الموعد الأسبوعي مع النومينيشن هو بالحقيقة موعد مع صوت الضمير يلي بحب ينقل الخبر المزعج للطلاب شخصيا. أنا خارج دجاجة. أنتم تستمعون إلى الأدراج مع صوت الضمير. مساء الخير. مساء الفل. نبدأ مع مولود برج الحمل. عزيزتي الحمل رانيا، تبدين اليوم متوترة وغير مستقرة، ما بالك يا نعجة؟ هل أنت على ميرون؟ وهل كوكب عطارد سيقف إلى جانب نبتون لإنقاذك؟ يعني بتمنى عطارد يعني يقف جنبك. مولودة الحمل تتعرضين لانتقادات الألسنة الغيورة، خصوصا لأنك تتفقين كثيرا مع مولود برج الثور إذا كان من مواليد مايو. أما برج الثور من مواليد أبريل. أيها الثور، إنك تكثر من الكلام بالطالع وبالنازل، وتلعب دور الناصح الفهيم الخبير بالأمور العاطفية. أنصحك يا ثور أن تركز على الدروس وتتجنب اللقلقات، لأنك في دائرة الخطر. وأنت يا أنثى الثور، تعيشين قصة لطيفة مع مولود برج الميزان، لكنك لا تشاركينه الجلي. ذابت يدان ميزان من الجلي، حرام عليك يا زينة. أكاديميا عليك أن تثبتي نفسك أكثر، ولذلك أنت لن تكوني نوميني هذا الأسبوع. برج الجوزاء. أيوه. مولودة برج الجوزاء تعرضت مؤخرا لمخاطر كثيرة وتغلبت عليها. أليم، أنت فتاة شجاعة وتستاهلين جوزا محبا. عزيزتي الجوزاء، أنت متفوقة في الأعمال المنزلية وتستحقين تنويها على ذلك. أما أكاديميا، قبل أيام زمطت من خروم الشبك، فهل سيعيد التاريخ نفسه يا جوزاء؟ أو يكون الرجل الجوزاء هو أول نوميني لهذا الأسبوع؟ مين جوزاء؟ محمد علي. لا، محمد علي أول نوميني هذا الأسبوع هو ليس الجوزاء. لا، ومحمد علي ليس نوميني. لحظة، نوميني بفعل الكواكب. لا، ليس نوميني لهذا. أما النوميني برج السرطان. برج السرطان، ماذا تخبئ الكواكب لبرج السرطان بدرية؟ مولود برج السرطان في أمان أيضا. برج الأسد. عزيزي مولود برج الأسد، كنا نتمنى أن تكون بيننا لتعيش أجمل لحظات الرعب، لكن حظك كبير أنك لا تعيش معنا في المغار هذا، ولا وجود لمواليد برج الأسد في الأكاديمية. برج العذراء. مولود برج العذراء إنسان عاطفي جدا، يتأثر بسرعة. واجه سوء تفاهم مع برج الجدي ومر الموضوع على خير. محمد رمضان مولود العذراء لا يحتمل البعد عن الأهل، لذلك فإن وجوده هنا لا يخلو من الخطر. برج العذراء، أنت لست في دائرة الخطر. برج الميزان. رجل الميزان نصيف. الحالة العاطفية ممتازة. الحالة الأكاديمية كنت الأسبوع الماضي ممتازة، لكن أتعتقد يا ميزان أنك تجاوزت الخطر؟ أبدا. أقول لك ثابر ولا تستسلم. انت حتى لو قلت لك انت نوميني. انت نوميني. لا لا، نعم انت نوميني يا ميزان. لا مش نصيب. اول نوميني من برج الميزان. مين ميزان؟ انا ميزان. وهي انثى، عفوا، هي انثى، انثى الميزان طاهرة، هي اول نوميني لهذا الاسبوع. كنت عارفة. برج العقرب.
مولود برج العقرب يشكر ربه ألف مرة إنه ليس هنا. برج القوس، من مشاهير برج القوس كارولين. كارولين مولودة القوس تتابع الآن مولود العذراء ريان وكلبها يضرب بشدة، فهل تسمع اسمه بعد لحظات؟ Wait and see. يا قوس. برج الجدي، نصل إلى برج الجدي وهو أكثر الأبراج شعبية في الأكاديمية. من هم مواليد برج الجدي؟ أطلب منهم الوقوف. لدينا حتما نومينيه من مواليد الجدي. من هو؟ من مواصفات أنثى الجدي، أنت امرأة جذابة وتتوقعين أن تجذبي انتباه كل الشباب، أليس كذلك يا أسماء؟ بعرف. الرجل الجذي لا يكل جاذبية عن المرأة، أليس كذلك يا محمود؟ والجاذبية بين رجل الجذي وأنثى الجذي تسبب أعاصير وزلازل في الأكاديمية. أنثى الجذي تحت الخطر. أسماء وميرال وسلوى تحت الخطر. شو يعني؟ وربما هي رحمة. يبقى أن نعرف من. أنتظر الآن حالة الكواكب لنرى. عطارد يتقدم من نبتون، نبتون يتقدم من الأرض، وثاني نوميني، ثاني نوميني سلوى. رقم حظك هو رقم 2، وأنت ثاني نوميني يا سلوى. نتابع مع برج الحوت. عزيزي الحوت، أين أنت يا عزيزي الحوت؟ لا يوجد حوت. سلطان، أين أنت مختبئ يا سلطان؟ ضع يديك في مياه باردة يا حوت، أنت اليوم يوم سعدك. بس تنويني برج الدلو، أين أنت يا دلو؟ لا يوجد دلو في الأكاديمية، لكن يوجد حمل. رانيا، أنت توقعت يوما أسود، وبالفعل إنه يوم أسود على الحمل. عفوا على الجدي. لا عفوا، أعود وأطلب من برج الجدي أن يقفوا. بين مهدي ورحمة، وبين أسماء وميرال، وبين محمود شكري، من هو ثالث نوميني لهذا الأسبوع؟ في الحقيقة الجدي الثاني هو النوميني الثالث، يتأثر بحركة كوكب المريخ ووقوعه تحت رحمة الزهرة الذابلة بفعل الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات ودواخين المصانع التي تؤثر على أعصاب المذنب هالي. اليوم ليس يوم الجدي وليس يوم رحمة ولا مهدي.